أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. نكمل كلامنا في واحد من أهم موضوعات منهج الاستاتيكا، الباب الرابع الاتزان العام. اشتغلنا كتير في الاتزان العام الحلقة اللي فاتت وكمان اللي قبلها. النهاردة إن شاء الله تكون آخر حلقات الاتزان العام علشان ننطلق إلى الباب الخامس والأخير إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، باب الازدواجات. لكن في البدايه وكالمعتاد اسمحوا لي اني ارحب باستاذنا الفاضل الجليل استاذ شعبان عبد الرازق عمر. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك مره ثانيه استاذ شعبان في اخر حلقات الاتزان العام ان شاء الله. الاتزان العام بقدر الامكان كده يبقى في كم فكره كده عاوزين برضه نوصلها لابنائنا الطلبه. احنا طبعا كان عندنا مسائل مش ناسينها. اسلام من الجيزه، هنرد على الكلام ده كله النهارده ان شاء الله. محمد برضه من الجيزه، وحازم من اسكندريه، ومحمود من البحيره، ومحمد من دمياط، وما زلنا في انتظار مكالماتكم ان شاء الله عن اي حاجه فيما يتعلق خصوصا بالباب الرابع، باب الاتزان العام. اتفضل يا استاذ شعبان. اتفضل. نبدا بقى على طول نكمل الافكار اللي احنا كنا عايزين نخلصها على ما يجينا. تمام. احنا معانا المساله الاولى على سلم اسمه ألف ب، ده سلم منتظم طوله 5 امتار وزنه 80 ثقل كيلوغرام، يستند بطرفه ألف على ارض افقيه خشنه، معامل الاحتكاك بينهم يساوي ربع، يعني بينها وبين السلم ربع، ويرتكز بطرفه بها على حائط رأسي أملس. فالمطلوب إثبات أن السلم لا يمكن أن يتزن عندما يكون الطرف به على مسافة 4 أمتار من الأرض. طب نشوفها الأول حتى الجزء الأولاني كده. هو الجديد هنا أنه بيقول لي إثبت أن السلم لا يمكن أن يتزن. يعني إيه بقى السلم لا يمكن أن يتزن؟ يعني هنزلق هيقع. لا ما طبعا يعني لا يعني ايه قبل ما نحل قبل ما نرسم اصل تعبير جديد. السلم لا يمكن ان يتزن، يبقى معنى كده ان في قوه الاحتكاك تحت اكبر من قوه الاحتكاك النهائي. يعني كده معناه ان انا مش هشتغل على انها احتكاك نهائي، لا ده انا هسميها ح عادي واشتغل مسالتي عادي زي ما هنشوف دلوقتي. لو طلعت ح اكبر من ميم ر يبقى لا يمكن ان يتزن. لو طلعت ح اكبر من ميم ر السلم لا يمكن التزن، لان الحاء اخرها ميم ر. طب احنا اسمح لي استاذ شعبان قبل ما نبتدي الحل، هيشترك معانا هشام من الجيزه، اعتقد ان هو اللي كان كلمنا الاسبوع اللي فات. اهلا بيك يا باشمهندس هشام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك استاذ محمد. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله بخير. كلمتنا انت الاسبوع اللي فات يا هشام. يا فندم. فعلا. واللي قبله كمان. واللي قبله. وسالتنا عن المساله بتاعت سؤال الحلقه. طيب اتفضل. السؤال وحضرتك حليته المره اللي فاتت مشكور يعني. لا ما سمعتش. كنت سايب مساله حضرتك حلتها لي يعني، كنت واقف فيها فحضرتك حليتها. فاكر طبعا. ماشي. طيب. فانا النهارده عايز احل السؤال اللي حضرتك كنت سايبه المره اللي فاتت. هتحل السؤال بتاع اللي هو سؤال الحلقه؟ ان شاء الله. عرفت تحل المساله دي؟ كانت مساله محترمه من دليل التقويم. اللي هي بتاعت الصفيحه. مظبوط. طب يلا الاول معلش يا شعبان نحل سؤال الحلقه ده، احنا كده كده كنا هنحله، وكان طالبه كمان بالمناسبه هي نفس المساله كان طالبها اسلام من الجيزه. تعالى بقى نسمع الحل اللي هيقترحه علينا هشام. اتفضل يا هشام. هو دلوقتي برضو عشان الطلبه تشترك معانا نبص عليها كده. ايوه تشترك معانا. ان بيقول لك ا ب ج د صفيحه رقيقه منتظمه وزنها واو، يؤثر عند نقطة تقاطع قطريها على شكل معين. عندنا في ألف جيم ب32 وبه دال ب24، علقت في مستوى رأسي في مسمار مثبت في ثقب صغير عند ألف ومثبت في الرأس دال ثقل مقداره 2 واو، ثم ربطت الصفيحة من به بخيط خفيف، ثبت الطرف الآخر في نقطة من الحائط تقع رأسان فوق المسمار وعلى بعد 15 سنتي منه، بحيث اتزنت في وضع كان فيه ألف ب أفقان. اوجد الشد في الخيط ورد فعل المسمار. اللي نشوف الجزء الاولاني. تمام كده؟ طب نرسمها الاول كده عشان معانا. ما انا هبدا اول حاجه ابدا بالرسم. حاضر هتظهر حالا الرسم. ماشي. ادي الصفيحه على شكل معين. على شكل معين. ويبقى ألف ب. هو قال انه ألف ب اتزن افقيا. اتزن افقيا اهو. ادي وادي الحائط اهو، المسمار اهو عند الف اهو، ده الف ده ب. هي الصفيحه علقت من الف اهو. تمام كده بالظبط كده. مديك القطر الف جيم.
نتيجه الكوب الف ج 32 اه وبه دال 24 24 هي مكتوبه في دليل التقويم غلط طبعا، هي به دال 24 مش 23 اه هي بدات ده 24 بدا 12 ده 12 وده 12 ايوه والثاني 16 و16 16 و16 16 اطلع قلبي في صغير صغير لمنف 20 على طول عشان الزوايا دي قايمه اه ما هو الزوايا قايمه من المثلث القائم ده الصغير تطلع ب 20 طيب جينا ادي يعني المثلث عندي اللي هو 3 4 5 ايوه هيبقى هنا في شد في الخيط في شد من نقطه ب ده 15 اعلى قلب نون مش كده ادي آه. مثلا نسميها نقطه نوم. ميم في عند الف بقى رد فعل اه هحط لما انا هحلله اه س و ص ر واحد و ر اثنين او س و ص ماشي او ر واحد و ر اثنين ماشي ليه تمام ماشي وهحلل الشين برضك شين ج ه وشين ج ت ه اه قصدك ان هتبقى دي زاويه ه هسوي دي على فكره نعم هسوي اللي تحت دي ما هي دي بتساوي اللي هي اللي تحت ايوه هو السر هو السر اساسا في المساله دي يعني اكتر حاجه محتاجه ذكاء في المساله دي يا استاذ شعبان معايا هشام اه مع حضرتك اه هو اله اللي حضرتك كتبتها بمنتهى البساطه دي في رايي الباقي كله احنا هنعمله هنلاقيه سهل انما انا هسال هشام بما انه عرف يحلها يعني هو هو اله اللي فوق دي مكتوب عليها اهي واللي تحت واللي تحت مكتوب عليها اهي ليه ليه ما هم اوعى تقول لي بالتبادل لا ايوه ليه بقى زاويتين دي بتساوي زاويه ايوه ما هي مكتوب دي بتساوي دي يعني كان ممكن اكتب اللي فوق هيه واللي تحت ايه ليه دي هيه ودي هيه برضو عارف يعني انا ليه تقصد حضرتك ليه كتبت الراجل لا احنا دلوقتي كتبنا اللي فوق دي هيه صح ليه بتساوي هيه اللي تحت ديش ضمنك انها هيه ما نكتبها ايه انت عارف انها هيه ايوه هي ليه بقى ان شاء الله علشان المقابل بتاعها المقابل بتاعها اللي هو المقابل على المجاور بيساوي المقابل على المجاور من الزاويه الثانيه انت كنت عارف من الاول من غير ما انا اقول والله أو يعني حاجه ثانيه يا استاذ محمد ان المثلثين دول متشابهين ومن غير تشابه هو واضح ان المقابل على المجاور ب 3 على 4 في كلا المثلثين المقابل على المجاور من الثاني هو مديني الالف نون دي ب 15 سم الارقام دي لو متغيره عن كده ما كانش من حقي ان انا اعمل كده لا 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 مش بمزاجي لا هو مش شايفها ان انا اساوي الزاويتين ببعض مظبوط وعاوز زي ما الاستاذ شعبان بيقول كده ممكن يبقى المثلث اللي فوق يشابه المثلث اللي تحت يشابه المثلث ما فيش مانع انت عارف ليه رايي تاني انا خالص سمي دي وتسمي ايه لا طب وليه طب وليه ما انا بقول لك ارسم مثلث اللي هو المثلث لا الطالب في ثالثه ثانوي لازم يكون لماه هم هي وهي هم طب عشان الوقت بس استاذنك يلا يا هشام كمل بقى قول الحل بتاعك دي هي اخرى طب انا بقى اعلق في وزن واو في لسه هنعلق اهو في وزن هنا الوزن في نقطه التقاطع القطرين واو نقطه التقاطع واثنين واو من نقطه الدال تمام كويس تمام هو بقى يعني هو بما ان الصفيحه متزنه طبعا ما نحل شين الاول شين جتا اهي ماشي حضرتك معاك ايوه وهنا شين جتا شين جتا اهي وفوق شين جتا بس خلصت المساله خلصت يبقى الري واحد بتساوي 4 على 5 شين حتى انت لو مثلث رسمت مثلث اللي هي جنبها هو هيبقى عندك ده 3 ده 4 ده 5 مظبوط مش كده؟ عشان اجيب جا وجت منه على طول تعالى بقى ده واحد بتساوي 4 على 5 ش هيبقى عندنا س او ر واحد زي ما انت بتقول ش جت اهي ماشي يبقى س 4 على 5 انا جبتها من المثلث 4 على 5 ش 8 نمره 1 ر 2 اللي هي صاد زائد شين جاي بتساوي 3 واو 3 واو اللي هي واو زائد 2 واو يبقى صاد وطبعا من الاتزان مجموع العزوم حول اي نقطه بتساوي صفر فانا هختار نقطه الف اجيب العزوم حولها يبقى العزوم حول الف بتساوي صفر يلا بتساوي صفر يبقى هاخد اول واو سالب 2 واو هتاخد عزم مين الاول؟ عزم الف طبعا ريه واحد وريه اتنين دول خلاص ما لهمش عزم ما هم انا خدت هنخش على الاتنين واو والواو والشين جا 60 او شين جا اهي سالب 2 واو في 20 جا 2 هي سالب 2 واو مظبوط في 20 جا 2 هي 2 هي ايوه يعني بص يعني خد بالك العمود اهو ما هو انا ما هو في عمود صح وده طوله 20 وده طوله 20 والعمود ده مجاور للزاويه 2 هي يبقى يعني 20 جتا 2 هي من ضعف الزاويه الان انت من الاثنين هي دي ولا عرفت تتصرف وتجيبها لا ما هو انا خدت قانون ضعف الزاويه
الجبهه الله يفتح عليك. لا بقى برافو عليك يا شيخ. لحد دلوقتي شوف احنا وصلنا فين يا استاذ شعبان. السنه قربت تخلص. وتفاجئ بطالب ازعل منه قوي يقول لي دي سهله جت اتنين هي. مش جت هي موجوده مضربه في اتنين. لا طبعا جت اتنين هي ليها ثلاث قوانين اهو. جت اتنين هي يا اما واحد ناقص اتنين جت تربيع هي. اتفضل. وده اللي انا هشتغل بيه هنا عشان عندي الجاي يعني. يلا هتطلع في الاخر 7 على 25 بيتهيألي. ايوه 7 على 25. طب اكمل بقيه العزوم. يلا كمل بيت العزوم. واو 16 جت اهي. 16 جت اهي. زائد انت مديت العمود يبقى العمود اهو. ما هي دي كمان ليها عمود. الوتر جت اهي. زائد شين. 3 على 25 في 20. شين جه اللي هي 3 على 5 ماشي في 20. في كام في 20؟ تعالى نوضح بقى كده. 20 يبقى سالب 2 واو في 20. جت 2 ب 7 على كام؟ على 25. 25. واو في 16. جت اهي على 4 على 5. ايوه زائد 3 على 5 ش في 20. 3 على 5 ش في 20 يبقى ناقص 56 على 5 واو ناقص 64 على 5 واو. الله يفتح عليك. ناقص 56 على 5. 56 على 5 على 5 واو ناقص 64 على 5 واو زائد بيساوي مش كده 60 على 5 واو. 60 على 5 يعني شين. 12 شين مش كده؟ راحت الناحيه الثانيه كانها ناقص 12 شين. هيطلع شين ب 2 واو مش كده برضو يا هشام؟ نعم هتطلع شين ب 2 واو. حلو قوي. بالتعويض بقى في واحد اجيب ري واحد. هنعوض 8 على 5 واو. لا برافو عليك يا هنعوض عن الشين مرتين عشان نكمل الاجابه بقى. عشان اجيب ري 2 ري واحد وري 2 تمام. واحد او سين ري واحد او سين حسب مكتبتك انت. اربع تخماس في 2 واو يطلع 8 على 5 واو. 8 على 5 واو. وري 2 ب 9 على 5 واو. عندنا ص بكم؟ تطلع 9 على 5. ري 2 هتطلع 9 على 5 واو. 9 على 5 واو. هات ري بقى الجذر التربيعي. ري 1 بتساوي الجذر التربيعي. ري 1 تربيع زائد ري 2 تربيع. 8 على 5 واو تربيع. زائد 9 على 5. 9 على 5 واو تربيع زائد 81 على 25 واو تربيع. تحت الجذر طبعا. هتطلع كلها جذر 140 على 5 واو. تمام. تطلع 5 واو جذر 145. برافو 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 عليك يا هشام يا باشمهندس هشام طبعا. شكرا. لسه بقى شكرا طبعا بس في جزء تاني خطير هياخد سطر واحد بس. ما هو عشان عايز اكثر قوه ممكن اعلقها من الثقل واو. الله يفتح عليك. حتى تتحمل الثاني اكبر شد. الثقل ده من النقطه يعني الخيط ده لا يتحمل شدا اكثر من 4 واو. عايز اعلق من الراس جيم ثقل عايز اعرف قد ايه. يلا نعلق له بقى ثقل وليكن قاف مثلا. يبقى من العزوم بقى حول النقطه الف اللي هو اللي بيساوي. عاوز ترسم رسمه جديده ممكن ترسم رسمه ليه عشان الوقت حتى هنعلق من جيم ثقل قاف. او خليها بقى قاف. قاف بقى. قاف ونعترضها قاف. تمام. ويبقى هنا دي الشين بقى تبقى 4 شين 4 واو. الشين 4 واو. 4 برضه هيبقى هنا 4 واو جت جاهي واخدوا العزوم برضه حول مين؟ حول قلب. مش محتاج اقول له بقى شرطين الاتزان على طول العزوم يطلع لي اللي انا عايزه. اتفضل. يبقى العزم حول الف بيساوي صفر من الاتزان. ايوه يبقى ناقص 56 على 5 واو. اخر سطر بقى نكتبه. يبقى ناقص 56 على 5 واو ناقص 64 على 5 واو. زائد 12 شين 12 ناقص قاف زائد 32 ب 4 على 5. مظبوط. ايوه في يعني هو اللي احنا كتبناه قبل كده بس ضفنا عليه 32 في 4 على 5 قاف. انا جبتها في المره الاولانيه. مظبوط. المطلوب اولا. يبقى ناقص 120 على 5 واو. هتطلع في الاخر هيطلع القاف ب 15 على 16 واو وخلاص. واو وهو ده اللي كان المطلوب ثانيا. انا مش عارف اشكرك ازاي ولا احييك بانهي اسلوب. انا سعيد جدا بيك وبامثالك من الطلاب النابهين المشرفين. متشكرين يا شيخ. بشكر حضرتك. اتفضل يا حبيبي. عندك سؤال طب جديد؟ لا طيب. لا شكرا ربنا يخليك. اتفضل يا هشام. يلا يا استاذ شعبان بقى بعد ما حلينا سؤال الحلقه كان سؤال قيم. نرجع نشوف مسالتنا بتاعه السلم المنتظم. خلاص احنا قريناها. نفكر الطلبه نفتكرها بقى بالرسم. ادي سلم. كان طوله 5. طوله 5 وزنه 80. وزنه 80. 80 مش 8 80 80 80
ديت ألف ديت ب وزنه 8. وطبعا ده ايه خشن كده، يبقى هنا ر واحد وهنا ر اتنين، ده املس رد فعل عمودي. ده 5 متر وده 4 متر، يبقى اللي تحت ده كله 3 متر. طبعا الجزء ده بيساوي الجزء ده. هنا بقى هنسميها قوة احتكاك ح، ويبقى عندنا يبقى ر اتنين، يعني هي من الاول هتبوظ مش هعرف اكملها لو عملت زي معظم المسائل على اني حافظ مش فاهم ومتعامل ريه زي ما معظم الطلبه بتعمل ريه واحد والناحيه الثانيه ميم ريه واحد كده باظت اصلا. لا 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 مش هتبقى، انا ما اعرفش، لان هي اساسا مبنيه على ان انا فرضتها ح، وان شاء الله لما اطلع الح هتطلع اكبر من ميم ريه واحد. اتفضل. يبقى ريه 2 بتساوي ح، وريه 1 بتساوي كام؟ 80. هاخد العزوم حول الف بتساوي صفر، يبقى ريه 1 وريه 2 عزومهم بكام؟ بصفر. ديت ه معلش، هيبقى عندنا 80، البعد العمودي ده 3 على 2 اللي هي 1.5، عشان الجزء ده بيساوي الجزء ده، ناقص ريه 2 في البعد العمودي 4 بتساوي صفر. هيطلع ده مع ده فيها ال 40، هيبقى ريه 2 هتطلع في الاخر، تطلع ريه 2 ب 30. ريه 2 ب 30. طب هات لي ميم ريه 1، هو معامل الاحتكاك بدولك كام؟ ربع. يبقى ربع في كام؟ في 80، يطلع 20. يطلع ب 20. وهل يستقيم هل يستقيم انه الحا تكون اكبر من يبقى ح هنا ب 30؟ يبقى ح اكبر من ميم ريه 1، يبقى يمكن ان يتزن الايه الجسم. ده كلام غير مقبول. ليه؟ عشان هنا مع اكبر حاجه قوه الاحتكاك ميم ريه، عشان الحا كبرها احتكاك نهائي يعني هو ميم ريه. طيب تمام. ده نستنتج منه ايه بقى؟ ان معنى كده ان ما دام الح اكبر من ميم ريه واحد، اذا هذا السلم لا يمكن ان يتزن في هذه الصوره. جه قال لك ايه بقى؟ لكن ممكن يتزن بقى. جه قال لك ايه؟ بس قبل ما يعني، لكن ممكن يتزن لو عملنا حاجه، لو لما اخش بقى بعوامل ثانيه، اما تشده بحبل او حاجه ثانيه، اشده بخيط من اسفل نقطه. هو قال لك هنا بقى حاجه كويسه جدا، حاجه جديده. ثم اوجد مقدار اصغر ثقل او وزن لجسم يوضع على الارض عند طرف هذا السلم حتى يمنعه من الانزلاق، علما بان معامل الاحتكاك بين الارض والجسم الجديد تلتين، والجسم الايه الجديد تلتين. اللي حصل بالظبط يا استاذ محمد ان احنا لو احنا حطينا الجسم ده كده هنبص تلاقي ان الطرف بتاع السلم هيضغط على الجسم بقوه ضغط، مش كده؟ طبعا. يعني لو احنا جينا حتى لو عملناها بره لوحدها كده، هما الاثنين هيأثروا على بعض. اهو ادي الجسم، اهو السلم هيضغط على الجسم بقوه ضغط يقابلها قوه من السلم على من الجسم على السلم. احنا عارفين ان هنا في ريه شرطه وهنا وزنه، وزن السلم وزن الجسم. واكيد الجسم ده موضوع على المستوى الافقي مش بيتمطط، يعني خشف. فوق قد تحت. يعني قصدك ريه الشرطه بيسوقه طبعا. وفي الحاله دي بقى هيبقى هنا في قوه احتكاك. انا سامع واحد اهو بيقول لك انت مين اللي قال لك انه محطوط على مستوى املس فتعمل رد الفعل عمودي؟ يا فندم انا ما عملتش رد الفعل عمودي، انا عامل مركبتين، واحده عموديه والثانيه على الشمال اهي، هتاثر هي على السلم. تعتبر ميم ريه شرطه، دي بقى اللي هتاثر على السلم. فالقوة ميم ريه الشرطة ديت قال لك معامل الاحتكاك تلتين، يبقى تلتين واو. يبقى معنى كده ايه؟ ان الجسم ده هيأثر على الطرف بتاع السلم بقوة تلتين واو. يبقى لما اجي حتى ارسم الرسمة الجديدة اهو، ادي السلم هيبقى هنا الجسم اهو، هيأثر ده بقوة تلتين وزن السن زائد قوة الاحتكاك اصلا اللي هنا اللي هي كانت كام عندنا؟ ربع ريه واحد. ربع ريه واحد هتظل برضو موجودة طبعا، لان الجسم ما زال على وشك. معنى كده هو عاوز يقول ايه يا استاذ محمد؟ ان الطرف بتاع السلم اللي تحت بقى أثر فيها قوتين، قوة الاحتكاك
بتاع السلم والارض اللي هي ربع ر واحد زائد السكن لما زنقوا بتلتين واو. هو يعني بصرف النظر انه زنقوا بتلتين واو دي، هو احنا السلم بتاعنا كان اصلا مش متزن، وضعه كده مش مظبوط، واحنا جبناها بالارقام فزقناه بكده بقوه. لا جبناها بالارقام، واتضح انه الحاء اكبر من نيم ر والكلام ده ما ينفعش طبعا، فجينا نحط ثقل صغير كده. انا اتخيل انها حكايه ثقل صغير كده برده مش قادر يوزن السلم، مش قادر يوزن. زودنا شويه كمان مش قادر يوزن، زودنا شويه كمان لقيناه يدوب هيمنعه وزنه. يعني ايه يدوب دي؟ يعني دي اقل قيمه للثقل اللي يوضع بجوار الطرف السفلي ليمنعه من الانزلاق. هو عاوز يجيب واو دي بقى. يعني ايه بقى يمنعه؟ احنا ممثلينها عنها حكايه. يعني ايه يمنعه من الانزلاق؟ يعني هو على وشك الانزلاق. يعني ايه على وشك الانزلاق؟ يعني له احتكاك نهائي عكس الوجهه اللي عايز ينزلق فيه. عشان كده حضرتك كتبت ناحيه الشمال في الرسمه بقى ربع واو ربع ر واحد. اللي هيسال بقى عن ربع ر واحد، احنا حكينا الحكايه اهي بتاعه السلم مع الارض. واحد زميله بقى يقول لك طب اديك فهمتنا ربع ر واحد، ايه بقى اللي دخل جديد؟ الوافد الجديد اللي هو تلتين واو، اللي هو لما حطيت الثقل زنقه السلم بيزق في الثقل، والثقل برضه بيزق في الايه؟ في السلم. تمام. يبقى عندنا هنا الوزن 80 وهنا هيبقى هنا ر 2 يبقى عندنا برضه هيبقى عندنا ر 1 بتساوي 80 ورى 2 بتساوي تلتين واو زائد ربع ر 1. يعني ر 2 بتساوي تلتين 2 على 3 واو زائد ربع في 80. يبقى ر 2 بتساوي 2 على 3 واو زائد 20 سما نمرة 1. واخد العزوم حول 1000 طبعا ده بخمسة، وقلنا ده 4 واحد ونص واحد ونص واحد ونص ده 3. هناخد العزوم حول ألف يبقى 80 في 3 على 2 ناقص ر 2 في 4 الكلام ده بصفر. هنقدر نطلع ر 2 هتطلع بكام؟ ب 30 طلعناها قبل كده على فكره. ب 30 عوض على ر 2 ب 30 هنا هيبقى 30 هتساوي 2 على 3 واو زائد 20 يبقى 10 بتساوي 2 على 3 واو مش كده؟ يبقى الوزن بتاع السلم طبعا دي مع دي في الخمسة 15 ثقل كيلو جرام. وزن الجسم اللي هنحطه اسفل السلم يحفظ السلم من الانزلاق. هو انا سامع حد والحقيقه السؤال ده اتسال لي كتير، هو انتوا طب ليه وانتوا جايين تكتبوا معادلات الاتزان يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت ليه ما دخلناش الواو والره كمان معانا؟ لا معلش لسببين لسببين. السبب الاولاني اني كاتب معادلات اتزان السلم ايوه انا بتكلم عن السلم متاثر بيه ماليش دعوه بالوزن. السبب الثاني بين قوسين مع تحفظي هو اساسا اللي فوق قد اللي تحت، لو انت غلطت ودخلتهم في المعادله هيروحوا مع بعض مش انت بتكتب فوق بيساوي تحت فاصلا ر بيساوي. طيب دي كان سؤال فكرته جديده ومساله جميله، عايزين منها ننطلق الى مساله سلم مختلف في وضعه. هنشوف برضو مساله امتحان هنشوف بتقول ايه نتعامل معاها ازاي. ده سلم او سلم منتظم طوله 7 امتار ايوه يستند باحد طرفيه على حائط راسي معامل الاحتكاك بتاعه تلت وبطرفه الاخر على ارض افقيه خشنه بقى خشن وخشن معامل الاحتكاك بتاعها نص وكان هذا السلم يميل على الافقي بزاويه قياسها 45 عندما صعد عليه رجل وزنه يساوي وزن السلم اوجد اقصى مسافه يمكن ان يصعدها دون ان ينزلق السلم. اقصى مسافه يصعدها الرجل دون ان ينزلق السلم. لا انا هسيبني بالمساله بقى لحظه يعني ايه العباره باللغه العربيه يعني ايه اقصى مسافه يصعدها دون يعني لو زود خطوه هيروح السلم واقع يعني اقصى حاجه ممكن يطلعها من غير ما السلم يتزحلق يعني اقصى خطوه شويه هيروح السلم واقع لو زود مليمتر كمان في صعوده السلم ينزلق ويفهم من الكلام ده ضمنا ايه
ما هو هي المسافه اللي هيصعدها دي اسمها سين مثلا. أيوة. تجعل السلم على وشك الانزلاق في احتكاك نهائي. طيب نرسم بقى دي من على فكره من ما هو الامتحان ان شاء الله يعني هو يجي من النوعيات البسيطه دي مش هيقعد. وفعلا ده سؤال يعني, يعني لذلك انا بنصح ابنائنا الطلبه يركزوا على مسائل كتاب المدرسه طبعا في الاتزان. احنا احنا بنحط هنا مسائل برضو اوفر شويه من لا مش من دليل التقويم. من دليل التقويم مظبوط ده تكون برضو مش شرط مش عايز نقول كده. المهم اهم شيء كتاب الايه المدرسه هو مهم جدا صح. لذلك بنصح ابنائنا الطلبه ان يحلوا التمارين اللي على كل درس في كتاب المدرسه في الاستاتيكا بالذات في ولا وفي كل الفروع. يعني عندنا في لابد الامتحان هيجي منهم اسئله من نفس الكتاب. طيب عارف بقى مين اللي هيحل معانا المساله اللي احنا اعتبرناها سؤال امتحان؟ هيحلها معانا الباش مهندس امير من المحله. اهلا بيك يا امير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا امير؟ تمام الحمد لله. يا رب تكون اسم على مسمى. ازيك يا امير؟ امير رحت فين؟ فين؟ امير تمام الحمد لله معاك. سمعنا؟ طيب اتفضل يا امير. لو مشغل التلفزيون وطيه علشان نقدر نسمعك كويس. اتفضل. ماشي. يلا سامعك قول على طول. مش ممكن اشارك معاك في البرنامج يعني ما عندكش سؤال؟ ايوه ما عندكش سؤال؟ طب يلا نحل معانا ولا هنرسم اهو ونتناقش احنا الثلاثه مع بعض. ماشي ادي السلم. الارض خشنه والراس خشن تمام؟ هيبقى هنا معانا امير. امير بتروح فين يا امير؟ فين رد فعل؟ هنا رد فعل. رد فعل عمودي ورد فعل عمودي. باشمهندس امير. نعم. مسموح لي اسالك؟ مسموح تمام. طيب هو ليه الاستاذ شعبان عامل رد فعل عمودي رغم انه الحائط ده مش املس؟ استاذنك استاذ شعبان. حضرتك يا امير سامعني؟ ايوه سامعك معايا. طيب جميل قوي. ليه الرسمه اللي قدامك دي احنا عاملين فيها رد الفعل عمودي سواء على الحائط الرأسي او المستوى الافقي على الرغم من كون الحائط والارض مستوى خشن؟ وفي ضغط عن في ضغط عن النقطه دي الف في ضغط طبعا الاسم ره. ايوه انت سامعني؟ سامعك. ازاي يبقى رد الفعل عمودي رغم انه المستوى مش املس؟ هو ممكن يكون النقطه متحلله. هو مش ممكن هو ضروري. برافو عليك ان ده مش رد الفعل ده احد مركبتي رد الفعل. لذلك لو سمعنا في البدايه رد الفعل عمودي حطينا رد الفعل بتاع الارض على صوت مركبتين. جميل. ره واحد وميم ره واحد. يلا بقى نكمل نحط الميم ره واحد والميم ره اتنين. هيبقى هنا نص ره واحد. ده هينزلق كده يبقى ده كده وده هينزلق كده يبقى فوق تلت ره اتنين بس. وهنا وزن القضيب في المنتصف اللي هو واو واو والراجل طلع مسافة ولتكن زين. وهنلف في الراجل اقصى مسافة اصعدها الراجل دون ان ينزلق هسميها سين. وانا كنت قلت هنا يستحسن نفرض طول قضيب لام عشان يطلع سين بمعلومة لام على طول. تمام. يبقى ده نص لام اللي هي الحتة دي والحته دي نص لام. يبقى نقول كده نفرض والزاويه 45 والزاويه هنا كام؟ 45. نفرض ان طول القضيب لام بيساوي لام وان اقصى مسافه يصعدها الرجل سي دون سي. ان ينزلق السلم بيساوي سين. ادي واو. يلا نعمل معادلات اتزان يا امير. يلا قول يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت. ها ريه واحد بيساوي ريه واحد زائد بقى بيساوي ريه واحد دي تعمل لاعلى. مفيش حاجه تانيه بتعمل لاعلى في الرسمه باشمهندس امير؟ ايوه في بيشاور لك اهو بيغششك. تلت ريه اتنين. طب يلا يبقى ريه واحد زائد تلت ريه اتنين بيساوي واو اتنين واو. اتنين واو جدع برافو. سمعني نمرة واحد. يلا بقى يمين وشمال. يلا يبقى ريه اتنين بيساوي نص ريه واحد. برافو.
نص ر واحد. يعني ر واحد هتساوي 2 ر 2. ايوه هنعوض في المعادله الاولى. اه ليه بقى بنعوض في المعادله الاولى؟ احنا مثلا هناخد العزوم حول الف. بص بص دي ملاحظه مهمه جدا يا استاذ محمد. طبعا لما ناخد العزوم حول الف يبقى احنا محتاجين ر 2. يستحسن نجيب ر 2 بمعلوميه الوزن عشان لما ناخد العزوم حول الف يطلع كله معلوميه واو اقدر اطلع المساله على طول. هو الجزئيه دي بقى ملهاش دعوه الحقيقه معانا امير. ايوه معاك. الكلام بقى اللي بنتكلم فيه واللي هنكمله دلوقتي ده ملوش دعوه بالاستاتيكا قوي ولا بالاتزان العام. ازاي اقدر هو له علاقه بمعادلات في معظم المسائل بيكون ثلاثه زي ما احنا عارفين، وانت بقدرتك على تعامل مع هذه المعادلات الثلاثه بتقدر توصل للحل. غير كده بتقول في بعض الاحيان انه الاتزان العام صعب. هو الحقيقه الاتزان كاتزان مش صعب نهائي. هو انت ما اتمرنتش بالقدر الكافي على حل المعادلات دي. ساعات بتبقى المساله فيها معادلات محتاجه ذكاء، بيكون فيها ر واحد وري اتنين وواو وميم. واحنا اتكلمنا قبل كده وما زلنا هنتكلم احتمال كبير النهارده انه ربما يكون انت بتبتكر عندك مثلا مساله وليها اجابه في احد الكتب. اهلا وسهلا، انت ممكن تبتكر اجابه منك انت كطالب. صدقني في الاتزان العام بالذات افضل كتير من اللي موجوده في الكتاب. واحد يقول لي مثلا طب ما انا لقيت المعادله فيها ر واحد ر اتنين وميم والثانيه فيها ر واحد ر اتنين واو، وكان عندي علاقة من مجموع العزوم بصفر بين الواو والره واحد. فشلت الواو وحطيت مكانها قيمتها بدلالة ره واحد. فتفرغت للمعادلتين اللي فيهم ره واحد ره اتنين وميم، واللي فيها ره واحد وره اتنين وكان فيها واو ما بقاش فيها واو. قمت جايب ره واحد معايا امير. ايوه معاك. قمت جايب ره واحد في طرف وره اتنين في طرف في المعادلة الاولى وفي المعادلة التانية. قمت قاسم المعادلتين ايمن على ايمن بيساوي ايسر على ايسر. ره واحد راحت مع ره واحد وريه اتنين راحت مع ريه اتنين وقدرت اطلع قيمة برضو. التكنيك ده بيجي منين؟ بيجي من مدرسين بيشرحوه للطلبة؟ لا 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 من قدرة الطالب التمرين. لا قدرة الطالب وكمان ايه؟ تمرين اي مرة. لذلك انا بص يا استاذ محمد لما اخد العزوم حول الف يبقى انا محتاج ريه اتنين. فيستحسن نجيب ريه اتنين بمعلومية واو. فلما اجي اعوض فوق على ريه اتنين ريه واحد في المعادلة واحد دي يبقى اتنين ريه اتنين زائد تلت ر اتنين بتساوي اتنين واو. جمع كده هيبقى عندنا معانا امير. ايوه معاكم. طيب سبعة على ستة واو او سبعة على ستة ر اتنين بتساوي اتنين واو مش كده؟ هي ر اتنين بستة على سبعة واو. دي سبعة على تلاتة وفي الحالة دي يبقى ر اتنين بتساوي ستة على سبعة واو. خلصت المسألة لما عملت كده. هخش بقى اجيب العزوم حول نقطة الف. بس انا عايز امير اللي يجيب العزوم حول نقطه الف. يلا يلا امير معانا على التليفون. يلا امير خش بقى هات الخطوه الاخيره. مجموع العزوم حول نقطه الف بيساوي صفر. يلا طبعا بصفر. هيبقى عزم الواو. هتقول واو في ايه؟ هتقول واو في في نص لام جتا 45. برافو. والواو الثانيه سين جتا 45. كويس. فاضل بقى ر 2 ونص وتلت ر 2. تلت ر 2 ده هيبقى في كلها لام جتا 45. برافو. شاطر. وري 2 وري 2 لوحدها ري 2 كلها برضو كلام جاي 45. شاطر. صح. برافو عليك. يبقى لما جينا نكتب الكلام ده لما اخد العزوم حول قلب بيساوي صفر يبقى واو في نص لام جتا 45 زائد واو في سين جتا 45 وبعدين اللي هو احنا انا بكتب اللي قاله اللي قاله طبعا امير. يبقى تلت ر اتنين في لام جتا 45 ناقص ر اتنين في لام جا 45 بساوي صفر. جتا 45 نفسها جتا 45 هي جتا 45 هي جا 45 هنطيرهم مع بعض. ايوه يبقى عندنا هنا نص واو لام زائد واو سين معاه امير. ايوه معاه. ناقص تلت. تعالى بقى ري اتنين اكتبها بمعلوميه واو بقى. شوف بقى سهله ازاي بقى. اشيل ري اتنين واحط مكانها ستة على سبعة واو. ستة على سبعة المعادله الاولى. ايوه في لام. في لام. ناقص ري اتنين ستة على سبعة واو في لام. الكلام ده بكام؟ بصفر. الواو مع الواو مع الواو مع الواو. حطيه. يبقى عندنا نص لام. زائد سين
هنجمع الباقي ونوديه في الطرف الثاني. يبقى 2 على 7 لام اللي هي ديت ناقص 6 على 7 لام بيساوي 0. على فكره هو السلم طوله 7 متر. اه 7 متر يبقى ممكن نعملها بقى موجوده يعني. يبقى في 7 اهو، يبقى نص في 7 زائد س ناقص 2 على 7 في 7 ناقص 6 في 7 على 7 في 7 يبقى هنا اضرب هيطلع الكلام ده بعد الاختصار. السين باربعة ونص متر هي اقصى مسافة يصعدها الرجل دون ان ينزلق السلم. حلو المسألة دي. انا سعيد بامير، مسألة حلوة طبعا، مسألة مهمة. لا لا كويس، عجبني انه كده هادي ومتزن، واكد لنا انه كل منا له نصيب من اسمه. سمعني يا امير؟ ايوه معاك. طيب احنا هنضطر نقفل معاك دلوقتي عشان هنطلع فاصل صغير، هنواصل بعديه كلامنا في موضوع الاتزان العام. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، في انتظار ان شاء الله مكالماتك في الاسابيع اللي جايه. هنطلع بعد اذنك يا استاذ شعبان، نكمل طبعا الكلام ده لكن بعد ما نطلع في فاصل صغير. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، نسير الغايب يعود وتلبس ايده الحيطان. مصر قريبه واوان يا وصاحب وانت ماشي في مصر الشريف، ألف ضحكة بتناديك وانت ماشي في مصر، عارف انها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط اهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديارنا عيد، يلقى سعادة الشدة ايه. سلمى يا سلام لكم مرة تانية أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة علشان نكمل كلامنا في الاتزان العام. هنخش بقى في المسألة الجديدة أستاذ شعبان، وهيخش معنا فيها من الأقصر أهلنا وحبايبنا حسن أو الباش مهندس حسن. ازيك يا أبو علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حسن؟ الحمد لله تمام والله. منورنا. الله يبارك فيكم. حقيقي والله. الله يبارك. أنا يوم بس مثالين في الاتزان. إيه حبيبي؟ مثاليا في الاتزان العام على الدرس يعني. يلا عايز تشارك في الاتزان العام؟ لا ما مثاليا في الاتزان العام. عندك مسألة؟ تفضل. ماشي. منين؟ من كتاب المدرسة؟ لا لا لا. مش طب هتقولها لنا قول، ولا من دليل التقويم؟ ماشي. طب اتفضل يلا على طول. ماشي حاضر حاضر. قضيب منتظم. قضيب منتظم. ألف ب. ماشي. طوله 2 لام. طوله 2 لام. ووزنه واو. وزنه واو. يرتكز بطرفه على حائط. على حائط رأسي أملس. لا على حائط أملس وطرفه. يرتكز بطرفه ألف على حائط رأسي أملس، ولا ما قالش رأسي؟ لا قال على حائط أملس. حائط أملس بس ما قالش رأسي. ما قالش رأسي. آه حلو قوي. وطرفه على مستوى أفقي خشن. على مستوى أفقي خشن. وطرفه ب على مستوى افقي خشن. واضح. حيث معامل الاحتكاك. اتفضل. يساوي. معامل الاحتكاك بينه وبين الارض بيساوي؟ لا حيث معامل الاحتكاك يساوي. ايوه. نص. نص. ربط احد طرفي. ربط احد طرفيه. خيط. بخيط. خيط خفيف طوله لام. طوله لام.
في منتصف القضيب. في منتصف القضيب تمام. وربط طرفه الآخر بقاعدة الحيط رأسيا أسفل ألف. والآخر بقاعدة إيه؟ وربط طرفه الآخر بقاعدة الحيط الحائط. بقاعدة الحائط جميل. عفوا الحائط. مزبوط. رأسيا أسفل ألف. حلو. رأسيا أسفل ألف. فإذا كان القضيب يميل بزاوية. يميل بزاوية؟ قياسها ه على الرأس. ه على الرأس. عندما كان الطرف ب. عندما كان الطرف السفلي ب. عندما كان الطرف ب على وشك الانزلاق. على وشك الانزلاق. بعيدا عن الحائط. طبعا أكيد بعيدا عن الحائط ها. طبعا طبعا. اثبت أن الشد في الخيط. اثبت أن الشين في الخيط. الشد في الخيط. حينئذ. حينئذ. مقداره. مقداره. جاه. مقداره ايه؟ مقداره جاه. لا مقداره دي مش سمعينها. مقداره. ها؟ اثبت يعني يساوي. ها؟ جاه ناقص جته ه. جاه ناقص جته ه. على جته تربيع ه في واو. على؟ جته تربيع ه. جتة تربيع هي. يعني اثبت انه شد في الخيط عند هذه الحالة او في هذه الحالة جاهه ناقص جتة هي على جتة تربيع هي في واو. كل ده مضروف في واو صح؟ اه. مسألة قيمة قوي 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 قوي. شوف كم قوي. طيب انت طالب ممتاز ومتمكن واضح يا حسن، وفي انتظار لو عندك سؤال تاني ملهولنا كمان بالمرة. معلش باقي المسألة يعني. بس كده؟ باقي المسألة يعني عزك كفايه علينا ده. وان رد فعل الحائط. اه ده المثل ده يا استاذ محمد. يلا قوي ايه يا فندم؟ وان رد فعل الحائط عند الف. واذا كان رد فعل الحائط عند الف. لا هو لا ده في الاثبات يعني بعديها. اه وان رد فعل حسن الحائط. حسن حبيبي أيوه. انت خلصت السؤال بتاعك خلاص؟ لا هو بالسؤال لسه. اه في جزء تاني. طب اتفضل. رد فعل الحائط عند الف. ما خلصناش السؤال. واذا كان رد فعل الحائط عند الف. لا وان رد فعل الحائط. ها ايوه. وان رد فعل الحائط عند الف مقداره يعني اثبته يعني. ايوه يعني ره يعني عند الحائط بيساوي اتنين جاه تربيع. اتنين جاه الكل تربيع. اه تربيع. ايوه الكل تربيع دي على الاتنين جاه ولا على الجاه بس؟ وبسرعه ارجوك. ايه اتنين جاه تربيع. اتنين جاه تربيع يعني اله اللي متربعه. لا جاء تربيع هي يعني. لا جاء مربعة. يبقى جاء تربيع هي. يبقى انت تقصد اتنين جاء تربيع هي. ها. اي ماشي ايوه. ناقص. ناقص. جاء هي جتا هي. جاء هي جتا هي. في ثالثا ولا حاجة؟ على. على. اتنين جتا تربيع هي. ها. اتنين جتا تربيع هي. ايوه. في واو. في واو. في واو بارة. في واو طبعا بارة. الكسر كله مضروب في واو. ده رد الفعل عند الحائط. في ثالثا؟ لا كده تمام. كده تمام وكده كفايه. وانا سعيد جدا بسؤالك وبيك يا حسن. مش عارف بقى هتنتظر تحل معانا المساله اللي احنا داخلين عليها ولا هتسيبنا؟ ده امتحان سنه 66. اول مسألتان يعني لو سمحت. لا لا احنا هنحلها لك ما تقلقش. بس عايزك عايز تكمل معانا ولا هتسيبنا وبعدين نحل لك مسالتك؟ هو في مثل عمايه ثانيه يعني. اه يلا بسرعه معلش. لا لا ده انا سعيد اتفضل. قضيب منتظم طوله. يلا بقى على طول. قضيب منتظم طوله 100 سنتيمتر. طوله كم؟ 100 سنتيمتر. حلو. يرتكز باحد طرفيه على ارض افقيه خشنه. حلو. احد طرفيه على ارض افقيه خشنه. ويستند بنقطه تبعد بمقدار 20 سنتي عن الطرف عن طرفه الاخر. يبعد الطرف السفلي 20 سنتي؟ لا ويرتكز باحد طرفيه على ارض افقيه خشنه. ايوه مالها؟ ويستند بنقطة تبعد بمقدار 20 سنتيمتر عن طرفه الآخر. يستند بنقطة تبعد 20 سنتيمتر عن طرفه الآخر. حلو. على وتد؟ على سطح كروي أملس. على سطح كروي أملس. طب هي جاية معانا موجودة المسألة دي. أما أنا عارف هتجيبها والله. آه اللي هي بتاعت السطح الكروي دي كده كده هنحلها. طب في واحدة تالتة؟ ماشي طب أجيبها. طب المطلوب بتاع المسألة السطح الكروي إيه؟ هو انت مش بتقول عندي؟ اه عاوز اجيب الف جيم مش كده؟ هو بفوجد معاه الاحتكاك بين الغطاء. عايز معامل الاحتكاك يعني. تمام هنحلها النهارده دي في الغالب. ايوه بيقول
احنا مبسوطين جدا بيك وباسئلتك القيمه المحترمه اللي زيك يا حسن، وبرده نفس السؤال هساله لك، تحب تستمر معانا ولا تسيبنا؟ والله انا يعني في الطريق بس ما وصلت. طيب يعني توصل بالف سلامه وتابعنا علشان نجاوب لك على الاسئله القيمه دي. شكرا يا باشمهندس حسن، نورتنا وشرفتنا. ماشي ماشي اتفضل. يلا. لا اسئله حلوه الحقيقه يا استاذ شعبان جدا جدا، بس اللي هي ديت دي امتحان في احد الكتب يعني. طبعا مصر 66 اللي بيكتب عليها كده يعني. ايوه مصر 66 فهنحلها طبعا. ما ينفعش نسيب. ماشي ماشي. تعالى بقى نكمل مسالتنا لحد ما نشوف مين هيكمل معانا. قالب به قضيب منتظم طوله 150 سنتيمتر وزنه 50، بيستند بطرفه ألف على حائط رأسي ويرتكز بطرفه به على أرض أفقية، فإذا كان الطرف به يبعد 120 سنتيمتر عن الحائط وكانت أقل قوة أفقية تؤثر عند به وتلزم لتحريك هذا الطرف نحو الحائط مقدارها 95، فأوجد معامل الاحتكاك بين القضيب والحائط علما بأن معامل الاحتكاك بين القضيب والأرض نص. ماشي. ادي يعني عندنا حائط راس خشن وارض افقيه خشنه. اه ادي القضيب هيبقى ده الف، ده ب، الف وده ب، الوزن في المنتصف ده واو، طبعا ده 75، ده 75، ده خشن، ده هيبقى هنا في ريه واحد وهنا ريه اتنين وهنا ده برضو خشن. جيت أثرت هنا بقوة قاف 95 جعلته يتحرك نحو الحائط كده، يبقى في مين؟ طيب. ريه في الناحيه الثانيه زي ما توقعت. هيكمل معانا حل المساله يوسف من المنيا. باش مهندس يوسف، ازيك يا يوسف؟ الو الو، ازيك يا يوسف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك انت، تشرفنا. تكمل معانا الحل يا يوسف؟ ايوه اكمل معاك. ما عندكش سؤال؟ فيك. طبعا. عندك سؤال؟ لا عندي بس اشارك معاك الاول. ماشي، طب قول لنا وبعدين شارك، قول السؤال. ماشي. اي حاجة. ما تفضل قول السؤال. طب بيقول لك مسألة. بيقول لي ايه بقى؟ مسألة. ألف ب سلم منتظم. حلو، سلم منتظم. موجودة في كتاب المدرسة أو الدليل؟ عشان نكسب وقت، موجودة في الدليل مثلا؟ لا. دليل التقويم؟ يا يوسف جو. لا لا. من عندك انت. طب قول يلا على طول. قالب به سلم منتظم. يلا. قالب به سلم منتظم طوله 5 متر. طوله 5. ووزنه 20 سخن جرام. وزنه 20. وزنه 20. 20 سخن كيلو جرام. ماشي. استند السلم بطرفه ألف على حائط رأسي أملس. استند بطرفه ألف على حائط رأسي أملس. وبطرفه به على ارض افقيه خشنه، معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك بتاعهم كام؟ بينه وبين السلم ربع. كام؟ معامل الاحتكاك كام؟ يلا يا يوسف. وكان الطرف لا كان ايه؟ وكان مستند على ارض افقيه خشنه، معامل الاحتكاك بينهما كام؟ وكان خلاص معامل الاحتكاك بينه وبين السلم ربع. كام بقى يستند على ارض افقيه خشنه، معامل الاحتكاك بينهما؟ ما سمعناش. بينها وبين السلم بيساوي ربع. ربع. ها كم؟ وكان الطرف بها على بعد 3 متر من الحائط. حلو. يلا. بتقن السلم لا يمكن ان يستند. يا راجل هو انت بره ولا ايه؟ معلش عاملينها. انت قاعد قدام التلفزيون؟ ايوه. طب احنا مش لسه كنا بنتكلم في موضوع اثبت ان السلم ده لا يمكن ان يتزن، وجبنا الحاء وقلنا طالما الحاء اكبر من الاحتكاك النهائي ميم ريه اذا السلم لا يمكن ان يتزن. ما سمعتهاش انت دي؟ لا لا
طب انا هستأذنك في حاجة يوسف قبل ما اكمل كلامي معاك. الحلقة دي هتتعاد ان شاء الله بالليل الساعة واحدة. قبل دلوقتي بربع ساعة تلاقي نفس المسألة بتاعتك دي محلولة. عندك حاجة تانية غيرها قبل ما تشاركنا؟ لا بس المسألة دي عشان مش عارف احلها. ما لسه حلينها بقولك من ربع ساعة هتشوفها في الاعادة النهاردة من واحدة مساء لثلاثة. تمام؟ يوسف. من الساعة كم؟ من واحدة بالليل. ساعة واحدة مساء. أيوة. حلينا فيها المسألة دي. تمام. شرحناها. انت في سؤال بتستفسر في حاجة جوه المسألة ولا عايز الحل كله؟ الحل نفسه. لا الحل نفسه هتسمعه بقى ان شاء الله في اعادة الحلقة. ها هتكمل معانا المسألة بتاعتنا ولا هتسيبنا؟ لا مفيش مشكلة. يلا كمل. يلا استاذ شعبان بقى الرسمة فين؟ الرسمة الراجل بيقول لك يا سيدي بقى شوف بيقول لك ايه يا يوسف؟ قالب به ده قضيب منتظم مرسوم طوله 150 ماشي؟ ممكن تورينا المسألة معلش؟ ما قدامك ايه بقى انت مش قدام التلفزيون بقى بتضحك عليا يا يوسف. لا هي هتظهر حالا انا اسف اهي شفتها؟ لسه ما ظهرت. لا ظهرت اهي يلا. ايوه خلاص. ده يا سيدي بيقول لك ا ب قضيب طوله 150 حلو؟ طوله 150 تمام. وزنه 50. وزنه 50 متر يبقى في المنتصف. في المنتصف 75 فوق و75 تحت. يستند بطرفه ا اللي انت شايفه فوق ده على حائط راسي. راسي امس. لا ما قالش امس لا ويرتكز بطرفه ب على ارض افقيه ما قالش برضه. حلو؟ تمام. اذا كانت بقى البه دي على مسافه 120 من الحيطه وكان اقل قوه البه ايه على مسافه 120 من الحيطه على مسافه 120 متر من الحيطه من الحيطه 120 سنتي فكانت اقل قوه افقيه اقل قوه افقيه تؤثر قوة عند به تلزم لتحريك هذا الطرف يعني به طبعا نحو الحائط مقدارها 95 انا رسمها لك ايه 95 نحو الحائط ايه ايوه يعني ايه يا يوسف الكلام ده يعني ايه اقل قوة افقية تؤثر عند به تلزم لتحريك هذا الطرف نحو الحائط مقدارها 95 ماذا يعني هذا الكلام العجيب اقل قوة يعني ايه ايوه معاك يبقى الجسم ماله عشان مش سامعك معلش بص يا يوسف اقل قوة تلزم لتحريك هذا السلم او القضيب نحو الحائط دي معناها ايه معناها بالضرورة ان هذه القوة تجعله على وشك الحركة مش كده ايوه ومادام تجعله على وشك الحركه نحو الحائط اذا هناك احتكاك نهائي عكس الوجهه اللي هو بيميل الحركه فيها أيوة. يعني لبره يلا يا فندم اتفضل معامل احتكاك نص يبقى نص ره واحد نص ره واحد والطرف اللي فوق هيطلع هيبقى على وشك الحركه اللي فوق نص ره اتنين لا بس معامل الاحتكاك مختلف هنا ميم ره اتنين احنا هننزل على طول بقى بالبيانات يا استاذ شعبان ونشترك ثلاثتنا في حلها يلا عشان فاضل ثلاث دقايق علشان نطلع فاصل بين الحلقتين يلا يا يوسف النبي شد حيلك معانا يلا يبقى ريه واحد بتساوي ايه يا يوسف؟ ريه واحد ها؟ ريه واحد بتساوي 50 50 زائد 50 زائد ميم راه ميم ريه اتنين ميم ريه اتنين كويس وعندنا بقى ريه اتنين دي معادله رقم واحد تمام يمين بقى بيساوي شمال يعني ريه اتنين ريه اتنين ايوه بتساوي لا ما مش بتساوي ريه اتنين زائد نص بتساوي نص ره واحد ايوه ريه اتنين زائد ريه واحد بيساوي 95 بيساوي 95 الله يفتح عليك يلا خش بقى على العزوم العزوم حول ا بيساوي صفر العزوم حول ا يبقى طب ا اللي فوق اللي فوق ماشي انا عملت اللي فوق عشان هتخلص من ميم ريه اتنين هتلغي المركبه اللي هي ريه اتنين وميم ريه اتنين تلغي القوتين دول بصفر خلاص ايوه يلا ريه واحد هتقطع ريه واحد بتساوي 150 احنا نجيب العزوم حوالين نقطه الف اللي فوق مش اللي تحت اللي فوق اللي عند الحيطه اللي عند الحيطه يا يوسف اللي فوق ايوه ما هناخد اول نقطه اللي هي ريه ريه واحد هيبقى في كام اول نقطه ريه واحد في كام يا يوسف ريه واحد في 100 في البعد العمودي 120 120 يلا 120 في جتا لا بس يا 120 هو بعد عمودي ب 120 تمام خش على اللي بعده 50 تبقى نص ريه 2 نص ريه 1 نص ريه 1 هيبقى زائد بقى لا ناقص 50 ناقص عشان خاطر مع اتجاه عقارب الساعه انت قلت نص ريه 1 نص ريه 1 بس بالسالب عشان اتجاه عقارب الساعه لا اتجاه عقارب الساعه نص ريه 1 دي موجب ال 50 هي اللي سالب في كام في 90 150 يا ابني لا
نص ري واحد اهي والبعد العمود اهو 90. هو بس عشان يمكن مش شايف كويس الكلام صغير قدامه في الشاشه ما يجراش حاجه يعني. هو خلاص انت طبعا عارف الاشاره موجب امتى وسالب امتى والموضوع منتهي بالنسبه لك ولا في لخبطه؟ ايوه طبعا. طيب أيوة فهنكمل بقى بعد اذنك يا استاذ شعبان. ناقص 95 في 90 ناقص 95 في 90 زائد ناقص برضه 50 في 60 50 في 60 بس كل ده بصفر مش كده؟ كل ده بصفر. اه هتطلع لما تجمع دول هتطلع ريه واحد ب 70. اه كده صح ريه واحد تطلع ب 70. هعوض في نمرة 2 اطلع ريه 2. هعوض في المعادلة رقم 2 70 هتبقى 75 ريه 2 هيطلع الثانية ريه 2 بيساوي 60. اه يبقى ريه 2 ب 60 واخدهم بقى هما الاثنين كده وعوض في المعادلة واحد وعوض في المعادلة واحد ويبقى خلصنا. ريه 1 ب 70 هتساوي 50 زائد 60 في مين؟ اروح طالع معامل هيطلع المعامل المطلوب بيساوي ثلث. وبنشكر صديقنا يوسف من المنيا وفي انتظار مكالماتك ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. وزي ما طلعنا معامل الاحتكاك احنا كمان هنطلع في فاصل صغير من بعد ان شاء الله نوصل كلامنا في موضوع الالتزام العام. ويرجعنا لكم مره تانية اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه. نستكمل كلامنا المهم الشيق في موضوع الالتزام العام. مش ناسيين أصدقائنا محمد من الجيزة وحازم من الإسكندرية ومحمود من البحيرة وكل اللي كلمونا الأسبوع اللي فات. نحاول تدريجيا كده واحدة واحدة وإحنا شغالين في الجديد نحل مسائل من اللي مطلوبة مننا. وإحنا معانا مسألة مهمة هنحلها مع بعض بتاعت الوتد الأملس ليها مباشرة مسألة حازم من إسكندرية. رب يكون بيتابعنا لأنه مسألته برضو وتد بس خشن. فكأنه مسألتنا اللي هنحلها دلوقتي تمهيد لمسألة حازم من إسكندرية. معانا بقى مين هيشترك معانا في دي؟ إسلام. أهلا بيك يا باشمهندس إسلام. أهلا السلام عليكم. إزيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا إسلام؟ الحمد لله مستر محمد. ايه الاخبار؟ انا الحمد لله تمام. الاستاتيكا حلوه؟ الحمد كويسه الحمد لله. والرياضه بشكل عام كويسه معاك؟ الحمد لله يا تمام. رب على طول. عندك سؤال؟ اه كان عندي سؤال في الاحتكاك. انا سمعت ان انت عندك سؤال في الاحتكاك. يلا قوله لنا. مساله ولا عايز تستفسر عن حاجه؟ لا ده اكمل. طب اتفضل اكمل. قول. بيقول لي اذا وضع جسم على مستوى خشن فكان ميم معامل الاحتكاك وريه بتساوي رد الفعل العمودي وريه شرط رد الفعل المحصل للمستوى المستوى اللي انت قلت عليه خشن ده افقي ولا مائل؟ مقلش. طب ماشي يلا كمل. اذن شرط الكسر اتفضل. ريه شرطة تربيع ناقص ريه تربيع على ريه تربيع بتساوي نقط. ريه شرطة تربيع ناقص ريه تربيع على ريه تربيع بتساوي نقط. طيب ماشي. ما قالكش مستوى خشن مائل ولا أملس ولا يصنع زاوية ولا حاجة؟ لا ما قالش حاجة. معامل احتكاك ميم ورد الفعل العمودي ريه ورد الفعل المحصل ريه شرطة صح؟ تمام. جميل. ايه تاني يا اسلام؟ اتفضل. في واحدة تاني برضو زيها أكمل. على طول قول. إذا كانت زاوية الاحتكاك لام ورد فعل المستوى العمودي ره ورد الفعل المحصل ره شرطة برضو والمحصل ره شرطة فإن ره شرطة لام بتساوي نقط. فإن ره شرطة تمام. ره شرطة إيه؟ لام بتساوي نقط. ريه شرطه لام بتساوي نقط. يعني ريه شرطه على جتا لام بتساوي نقط. حلو قوي قوي الكلام الجميل ده. ايه كمان؟ عايزين واحده كمان زي دول. واحده تانية زي دول؟ انت مش جاهز بواحده كمان؟ لا في بس حاجه تانية متجهات بقى. طيب لا قول اللي انت محتاجه. طيب ماشي. اذا كان معيار الف مسائل حلو على فكره اكمل بس حلو قول. اذا كان معيار الف متجه بيساوي معيار ب متجه بيساوي واحد. معيار الالف بيساوي معيار المتجه ب بيساوي واحد. الواحده يعني. وكان معيار الف متجه في ب متجه الف ضرب اتجاهي ب تمام. ناقص حضرتك افتح قوس الف ضرب قياسي الف متجه ضرب قياسي ب متجه بيكون تربيع تمام. ايوه بتساوي نص بتساوي نص
وكان المتجهين ألف متجه وب متجه. أيوه. بينهما الزاوية قياس. زاوية اسمها هي. إيه أوجد قياس هي. أه تمام. طيب جميل، حلوة برضو زي الاثنين اللي فاتوا، أقل منهم شوية. في حاجة كمان؟ لا يا مستر. مسائل حلوة يا أخي، جميلة زيك كده يا إسلام، يعني الطالب المتفوق ما بيسألش في أسئلة عادية. طيب. الله يخليك. في واحد الغالب. في آخر واحدة بس. حاضر. أكمل برضو. أنت عايز آخر واحدة بس؟ أه أكمل برضو. أه قول يلا. إذا كانت زاوية الاحتكاك لمستوى خشن. إذا كانت زاوية الاحتكاك لمستوى خشن. عند وضع جسم عليه. عند وضع جسم عليه. هي لام. طبعا لام. فإن شرطة كسر. فإن شرطة كسر. واحد ناقص جتا لام. واحد ناقص جتا اتنين لام. واحد ناقص جتا لام في واحد ناقص جتا اتنين لام. لا شرطة كسر ماشي. عملنا شرطة كسر وكتبنا واحد ناقص جتا لام. لا هي واحد ناقص جتا اتنين لام. ماشي يلا. واحد ناقص جتا اتنين لام. على. واحد زائد جتا اتنين لام. واحد زائد جتا اتنين لام بيساوي. اه بس. نقط. حلوة قوي دي الرابعة دي احلى واحدة فيه. مستوى مال ولا مستوى. لا ما قالش مستوى خشن عند وضع جسم عليه زاوية الاحتكاك كانت لام. قال مستوى مائل ولا ايه؟ لا ما قالش اي حاجة. زي الاولى يعني ما حددش. مسموح لي اسألك جبتهم منين؟ من غير ما تقول اسماء كتب؟ لا هي دي مسائل ثانوية عامة اللي هي 97 و96 و95. اه تمام. مسائل حلوة. انا احييك عليها، انت طالب واضح ان انت طالب متميز يا اسلام. وهسألك سؤال اخير قبل ما نحل لك طبعا المسائل الصغيره دي، هتشترك معانا ولا هتسيبنا وتتفرج؟ طيب ماشي مفيش مشكله. طب يلا. بس كان معانا مساله لازم تتحل كتمهيد لسؤال حازم اللي اكيد زعلان مننا من اسكندريه، مسالته سال فيها الاسبوع اللي فات، فهنكسب وقت وانت معانا بقى يا عم اسلام. اقرا يا سيدي المساله كده ونتعامل معاها ازاي. الف ب قضيب منتظم. قضيب ايه؟ منتظم. وزنه 5، طوله 300، يرتكز باحد طرفيه الف على مستوى افقي خشن، ويرتكز عند إحدى نقاطه جيم، يعني مش طرفه الآخر، نقطة اسمها جيم، على وتد أملس أفقي يعلو مسافة 125 سنتيمتر عن المستوى الأفقي. فإذا كان القضيب في مستوى رأسي عمودي على هذا الوتد، وكان القضيب على وشك الانزلاق عندما كان قياس زاوية ميله على الأفقي 30 درجة، اوجد رد فعل الوتد وكذلك معامل الاحتكاك بين القضيب والمستوى. اه طبعا السؤال بقى قبل ما الاستاذ شعبان يبدا في حل المساله ونشترك معاه فيها. هل يا اسلام في فرق بين القضيب اللي بيستند باحد نقاطه على وتد املس، في فرق بين كده وبين انه يستند باحد نقاطه على وتد خشن؟ اه هو المفروض لما بيبقى وتد املس بيبقى رد فعل عمودي. عمودي على ايه؟ بيبقى عمودي على السطح. سطح ايه؟ الوتد؟ لا عمودي على القضيب. القضيب. حلو قوي، برافو عليك. لكن لو كان الوتد ده خشن، وهنشوف المساله بتاعت حازم بعد شويه، مش هيكون رد الفعل عمودي، هيلزم تحليله الى مركبتين. يلا يا استاذ شعبان هنرسم بقى. ادي القضيب. ادي القضيب اهوت، ده الف ده ب ودي نقطه جيم اهي. طبعا وزنه بيأثر في المنتصف اهو. 5. القضيب كله طوله 300، يبقى الحته دي 150 سم. 150 و150. ايوه. وادي الوتد جيم بيعلو المستوى الافقي ب 125. يبقى الف جيم والزاويه دي 30. يبقى الف جيم بكام يا اسلام؟ الف جيم يبقى بكام؟ الف جيم؟ فيثاغورس. نعم؟ مش هنجيبها فيثاغورس؟ لا الف جيم، انت حضرتك كاتب الف جيم حضرتك يبقى ب 300. لا ده 300 الف ب. 300 الف ب؟ انما يبقى الف جيم مش الضلع مثلا هنسميه جيم نون، مش بيقابل زاويه 30؟ تمام. يبقى بيساوي نص الوتر. يبقى الف جيم كله بكام؟ ايوه صح تمام. الف جيم يبقى ب 200 وكام؟ و50. صح تمام. صح كده؟ طيب هنا بقى رد الفعل عمود على القضيب. تمام. اهو. الزاويه دي طبعا قايمه، يبقى دي قايمه. يبقى عندنا هنا في طبعا رد فعل كده. ريه 1 وده مستوى خشن. علشان انزلاق في هذا الاتجاه. ماشي يا اسلام؟ معاك يا مستر. يبقى في ميم ريه في الاتجاه الايه؟ المضاد.
المضاد بعكس اتجاه الحركه. اه طيب انا عندي القوه بقى القديم انها متسع تاثير كم قوه؟ ريه واحد صح؟ ريه واحد والوزن اللي هو 5 وميم ريه واحد وريه 2. يبقى لازم احلل الريه 2 لها كم مركبه؟ مركبتين. طيب يبقى لازم اعرف زاويه ميلها. تمام يلا مع بعض كده زاويه الميل كده. الزاويه دي كام يا اسلام؟ دي الزاويه دي 30 بالايه؟ بالتبادل. بالتبادل صح؟ صح. اي دي 90 يبقى الزاويه دي كام درجه؟ انا 90 مش ري 2 عمود على القضيب؟ اه ودي 30 يبقى الزاويه دي كام؟ ما هو طالما زاويتين جنب بعض مجموعهم 90 وواحده منهم متكرره مع زميله ليها برضو مجموعهم 90 يبقى الاولى بيساوي الثالثه. يبقى تعالى نشاور كده بالقلم اللي مع حضرتك ده يا استاذ شعبان. اهو ايه وايه بيساوي 90 اهي. بص يا اسلام دي 30 يبقى دي 60. ايوه واللي فوق 30 كمان طبعا. شايف يا اسلام حبيبي؟ ايوه مستر. طب يلا حلل بقى. طيب ماشي هيبقى ري 2 هنا جه 60 ري 2 جه 60 وهنا ري 2 جتا 60. كويس يلا نعمل الاتزان بقى. يبقى عندنا الافقي عندنا ري 2 جتا 60. ناخد الافق الاول ولا الراسي؟ اي خليه الافق بس. ري 2 جتا 60. انا بس عشان مش واضحه شويه في الشاشه بس الافقي اللي هي عند ري 2. ري 2 جتا 60 اهي. تمام؟ تمام. بتساوي ميم ري 1. ايوه يبقى عندنا نص ري 2 بتساوي ميم ري 1. نص ري 2 بتساوي ميم ري 1. ايوه سامع. نجيب بقى الراسي. ري ايه 1 ري 1 ايوه زائد ري 2 جا 60. ري 2 جا 60 بتساوي 5. بتساوي 5 يبقى ري 1 زائد جذر 3 على 2 ري 2 بتساوي 5. ودي نمرة 2. نمرة 2 هناخد العزوم حول مين؟ ألف. عند نعم العزوم حول ألف بصفر. النقطة اللي تعجبك بس ألف أفضل المرة دي. هنتخلص من ريه واحد ميم ريه واحد ونتفارغ للمجموعة اللي فوق. ماشي تمام. هيبقى عندنا الخمسة عزمها كام؟ هيبقى 5 في البعد العمودي ده؟ هيبقى كام البعد العمودي ده؟ هيبقى انا مش شايف والله مش شايفها كويس بس 150 جتا 30. ايوه عشان ده مجاور صح كده؟ صح تمام. طب ري 2 مش عمود على القضيب؟ تمام ايوه. يبقى اقدر اجيب عزم ري 2 احسن. يبقى ناقص ري 2 في 250 اللي احنا كنا جبناها في الاول. صح كده؟ صح كده تمام. هجيب ري 2 هتطلع ب 3 جذر 3 على 2 ادي ري 2. اعوض بقى اجيب ريه 1 اعوض في نمره 5 اجيب ريه 1 اجيب يبقى ريه 1 زائد جذر 3 على 2 في 3 جذر 3 على 2 بتساوي 5. يبقى ريه 1 زائد 9 على 4 بتساوي 5. هيطلع هيطلع ريه 1 ب 11 على 4. يبقى ليه واحد ب 11 على 4. اجي بقى في نمره 1 عشان اطلع مين؟ نص ري 2 ب 3 جذر 3 على 2 بتساوي مين في ري 1 ب 11 على 4. تمام. الاربعه دي راحت مع دي. يبقى ميم هتطلع ب 3 جذر 3 على كام؟ على 11. تمام؟ يبقى المعامل الاحتكاك اللي هو طلبه ب 3 جذر 3 على 11 واحنا اعتبرنا ان السؤال برمته كله كده على بعضه يعتبر تمهيد لمساله حازم من اسكندريه اللي هي فيها شيء مختلف انه الوتد مش املس الوتد خشب. معايا اسلام؟ معاك يا مستر. قبل ما نسيبك اسلام هو انت كنت سالتنا في 4 اكمل ولازم نحلهم لك طبعا بس نحط في اعتبارنا الاسئله المتبقيه من الحلقه اللي فاتت. انا عايزك بس استاذك استاذ عماد في حاجه صغيره كده لاسلام قبل ما يقفل. هو الاطار العام اللي انت بتتكلم فيه ده في المسائل بتاعت الاكمل اللي هي محترمه طبعا وكل حاجه هو ان انا ما اتخضش منها بس يعني السؤال اللي انت قلت فيه اذا وضع جسم على مستوى خشن فكان ميم معامل الاحتكاك ميم معامل الاحتكاك وريه رد الفعل العمودي وريه شرط رد الفعل المحصل مش كده؟
ايوه تمام. فانا طبعا المفروض اتخض بقى اول ما تقول لي ر شرطه تربيع ناقص ر تربيع على ر تربيع، مش كده؟ ايوه ما انا قلت كده عشان ما قاليش حاجه مفيده. اتخضيت. ما انا بس عشان كده حبيت بس ان انا اعلق قبل ما نقفل معاك التليفون. هو الناتج هيطلع ميم تربيع. ليه ميم تربيع؟ بص حضرتك هشيل ر شرطه تربيع بس ر شرطه تربيع. طب نستاذنك في دي بس حتى واحده منهم. ر شرطه تربيع دي مش ب ر تربيع زائد ميم تربيع ر تربيع؟ ليه؟ لانه ر شرطه رد فعل محصل، يعني الجذر التربيعي ل ر تربيع زائد ميم تربيع ر تربيع. طلبه المتفوقين اللي زيك ما مش حافظينها كده كمان، عارفين انها ر جذر واحد زائد ميم تربيع. طلبه اللي زيك المتفوقين حلو قوي، خلاص هي خلصت. ودي ر تربيع الناحيه الثانيه واطرحهم، يبقى ر شرطه تربيع ناقص ر تربيع تساوي ميم تربيع ر تربيع. اقسم على ر تربيع يديك الناتج ميم تربيع. هو ده المطلوب، يعني هتطلع بميم تربيع في الاخر. لا مش في الاخر وخلاص، لازم ابقى فاهم علشان الطريقه دي اللي انا هتعامل معاها مع كل الاشكال دي. ثانيه واحده اسمح لي، هو الفكره ان انت هتجيب ريه شرطه. لا عايزين نكتب السطر ده ممكن. يعني عندنا بص هي قدامك ايه يا اسلام؟ ريه شرطه تربيع عباره عن ريه تربيع في واحد زائد ميم تربيع اهي، ناقص ريه تربيع على ريه تربيع. تمام. ونبي نشيل الورق اللي فوق اللي عامله شادو. يبقى عندنا ريه تربيع زائد ميم تربيع ريه تربيع ناقص ريه تربيع على ري تربيع، ديت راحت مع دي، مش كده؟ تمام معنا يا اسلام. يبقى ميم تربيع ري تربيع على ري تربيع، دي راحت مع دي، يتبقى ميم تربيع اهي بس. تمام اسلام، هي بسيطه مش زي ما انت مخضوض كده، انا حاسسك مخضوض. لا بسيط. اذا انا حاسس احساسي ده في محله، فقبل ما نقفل معاك علشان هنخش في مساله حازم من اسكندريه، هي ببساطه رد الفعل المحصل اسمه ريه شرطه. ريه شرطه بتصور ايه؟ الجذر التربيعي. ثانيه واحده بس اسلام. ايوه مستر محمد، هنقفل معاك وعشان ابقى ضميري مرتاح انا واستاذ شعبان. الريه شرطه يعني رد الفعل المحصل، مش كده؟ ايوه. الريه شرطه تربيع بتساوي ايه؟ ريه تربيع زائد ميم تربيع ريه تربيع من غير حفظ. تمام. صح؟ صح. محصله رد الفعل العمودي والاحتكاك النهائي، اليس كذلك؟ والاحتكاك النهائي. حلو، ودي بقى الريه تربيع دي الناحيه الثانيه جنب الريه شرطه تربيع، يطلع ايه؟ ريه شرطه تربيع ناقص ريه تربيع، صح؟ صح. تساوي ميم تربيع ريه تربيع. تمام. اقسم الطرفين على ريه تربيع، اقسم كده الطرفين على ريه تربيع محمد. يطلع ايه؟ ثانيه يا استاذ محمد. حاضر. عوض على ريه شرطه بس حاجه صغيره بس، اقسم الطرفين على ريه تربيع يا عم اسلام، طلع لك ايه بقى؟ ميم تربيع بس كده. شكرا جزيلا ليك. وانتظار مكالماتك ان شاء الله. هنقول حاجه تانية الاستاذ شعبان هيوضحها. بس عايزين نقفل معاه لان احنا هنخش في مساله حازم اسكندريه، وهننتظر يا باشمهندس اسلام. مش هننتظر ان شاء الله مكالماتك في الحلقات اللي جايه. استاذنك استاذ شعبان بس قبل ما نتكلم هنطلع فاصل، بقالنا فتره عايزين نطلعه. استاذه ايمان مخرجتنا الجميله هي اللي مصربعاني شويه طبعا، فلما نرجع شوف نكمل كلامنا في الموضوع ده. هنطلع فاصل صغير ومن بعده نستكمل كلامنا. طريق التفوق يبدأ معنا في مصر التعليمية. مدرسة على الهواء. في مصر التعليمية. طريق التفوق يبدأ معنا في مدرسة على الهواء. نخبة من أفضل المعلمين على شاشة مصر التعليمية. أقوى المراجعات للشهادات العامة. مصر التعليمية للتفوق عنوان. تردد 11747 رأسي. احنا بنحب مدارس مصر التعليمية. هناك أكثر من ممكن قبل المستحيل. أنا بحب قناة مصر التعليمية. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه علشان نستكمل الجزء الاخير من حلقتنا. والحقيقه احنا الوقت دايما بيجري معاكم بسرعه، فاحنا عرفنا في الفصل انه هيتبقى لينا حوالي 25 دقيقه، فنلحق بسرعه كده نجاوب لاحد الاسئله اللي اتسالت لنا الاسبوع اللي فات. كان سالها حازم من اسكندريه، ومساله قيمه الحياه في شعبان.
هنفتكرها كده بسرعة ونجاوبها. اللي هو قديم منتظم ألف ب طوله، هي معانا اهي نقراها ونشوف تحل ازاي. قديم منتظم ألف ب طوله 180 سنتي ويرتكز بطرفه على مستوى أفق خشن، معامل الاحتكاك بينه وبين القضيب تلت واحد على ثلاثة، ويساد بإحدى نقط الجيم على ودد أفق خشن بقى. المسألة اللي فاتت كانت أفق أملس، معامل الاحتكاك بينه وبين القضيب اتنين على تسعة. فإذا كان القضيب على وشك الانزلاق عندما كان يميل على الأفق بزاوية جبهة جيب تمامها ثلاثة على خمسة، أوجد طول ألف جيم، أوجد طول ألف جيم. أهو نفس الفكرة، بس هو احنا زودنا حتة صغيرة أهو. آدي ده خشن، وآدي ده القضيب، ده خشن أهو، هيبقى هنا ريه واحد، هنا الودد أهو، بس ودد خشن. أولا في رد الفعل عمود أهو، ريه اتنين، طبعا ده خشن كده في خشونة كده، فده هيبقى على وشك انزلاق في هذا الاتجاه، يبقى ده هينزل على وشك الانزلاق لتحت كده، هيبقى هنا فيه احتكاك نهائي فوق، احتكاك نهائي هيبقى اتنين على تسعة ري اتنين. تمام كده يا استاذ محمد؟ تمام، اتنين على تسعة معامل الاحتكاك في ري اتنين رد الفعل عمود، هيبقى معامل الاحتكاك بتاعه تلت ري واحد. في بقى مشكلة يا استاذ محمد، هو قال لك القضيب بيميل على الافق بزاوية جيب تمامها اهو، جت اهي تلاتة على خمسة يبقى ده اربعة. انا عندي لازم اجيب س بصفر وصاد بصفر، يبقى هضطر احلل ر اتنين واحلل اتنين على تسعه ر اتنين اهو في الحته دي كده باينه. يعني انا عايز اجمع كل القوى ردود الافعال والاوزان وكله بحيث تكون اما افقيه او رأس رأسية. تمام كده، يعني كانه اللي حضرتك عامله ده لسه مش تحليل، لا واحده في اتجاه المستوى المائل والثانيه عموديه، الكلام ده مش هيمشي معايا، فلازم احللها الى الافق والراسي، هو ده اللي يمشي يمين وشمال وفوق وتحت. طيب ري 2 الزاويه ديت هي جت منين؟ ديت هي بالتبادل، الجزء الزاويه دي زائد الزاويه دي 90 ودي زائد دي 90، يبقى دي بالزاويه دي على طول زي ما عملناها من شويه. ما هنقولها تاني بقى، اللي قلناها من شويه دي كانت من شويه 30 و60، هنا دي 30 و60، يبقى دي 30. لا بلاش بقى 30 و60، اللي هم حضرتك بتشاور عليهم دول ايه وايه بقى؟ ه زائد الزاويه دي 90 ودي واللي جنبها 90، يبقى دي بتساوي دي. خلاص؟ طبعا ديت هي بالتبادل بالتقابل بالراس او بالتناصر، بالتناصر الزاويه دي. تمام يلا نحلل بقى، هيبقى هنا 2 على 9 ر 2 جت اهي، هنا 2 على 9 ريت. نزل الورقه بس شويه بعد اذنك. ايوه اتفضل. 2 على 9 ريت 2 جاهي. تمام كده؟ وريت 2 دي لها مراكبتين، واحده هنا ريت 2 جاهي وريت 2 جت اهي وريت 2 جت اهي. نشوف الراس الاول، هيبقى ريه واحد، هنا طبعا الوزن بيأثر في المنتصف. واو واو والحته دي 90، يبقى ريه واحد زائد 2 على زائد 2 على 9 ريه 2 جاهي زائد ريه 2 جتا ريه 2 جتا اهي، ده اللي هو فوق بيساوي واو، بتساوي واو بس. يبقى ريه واحد زائد 2 على 9 ري 2 في 4 على 5 4 على 5. تمام زائد ري 2 في جتا اهي 3 على 5 3 على 5 سوى واو. حلو جمع بقى، هتطلع بقى ري 1 زائد 8 على 45 ري 2 زائد 3 على 5 ري 2 بيسوى واو. حلو خش بقى يمين وشمال. هيبقى عندنا يمين ري 2 جاهي جاهي شمال تلت ري 1 و90 ر 2 جت اهي. 2 على 9 على 9 ر 2 جت اهي. حلو نعوض، يبقى ر 2 في 4 على 5 هتساوي 3 ر 1 ر 1 زائد 2 على 9
2 على 9 ري 2 في 3 على 5 في 3 على 5 نجمع هيطلع في الاخر 4 تخماس ري 2 ناقص 6 على 45 ري 2 برضو بتساوي تلت ري 1 تلت ري 1 نعمل بقى علاقة بين ايه وايه بين ري 2 وري 1 يلا هيطلع بقى 36 ناقص 6 على 45 ري 2 هتساوي تلت ري 1 ومنها هنقدر نستنتج ان ري 1 بيساوي 2 ري 2 حلو دي علاقة طيب هنيجي نعوض في نمرة 1 اللي عندي اللي هي ريه واحد زائد تلات خماس اهي ظهرت اهي نشيل بقى منها الريه واحد حط خيمتها اتنين ريه اتنين اتنين ريه اتنين يلا زائد تمانية على خمسة واربعين ريه اتنين زائد تلاتة على خمسة ريه اتنين بيسواه هطلع منها ريه اتنين بدلات الواو تسعة على خمسة وعشرين واو حلو يا رب يا حازم تكون شايفنا في اسكندرية طب جبنا الري 2 بدلاله الواو لكن لسه ما جبناش العزوم بقى حول نقطه الف مضطرين نجيب العزوم حول نقطه الف العزوم حول الف هيبقى دي بصفر ودي بصفر وبعدين وعندنا عزم ري 2 هجيب عزم ري 2 نفسها مش هجيب عزم المركبات وعندنا 2 على 9 ري 2 عزمها بصفر ما انا بدل ما اخش على المركبات اللي انا عملتها علشان مضطر اعملها يمين وشمال وفوق وتحت طب ما انا عندي اصلا واحده طايره اللي هي 90 ري 2 دي طايره عشان المعديه عليها ملهاش عزم والثانيه هي وحيده منفرده في قالب ج على طول والعمود بتاعها جاهز فده الافضل يبقى هناخد العزوم حول الف بتساوي صفر يبقى عندنا واو في 90 جت اهي ناقص ري 2 في قالب ج اللي احنا عاوزينها يبقى واو في 90 جت اهي ب 3 على 5 ري 2 ب 9 على 25 واو في قالب ج في قالب ج بيساوي صفر عندنا الواو راحت مع الواو ويبقى عندنا 90 في 3 على 5 هتساوي 9 على 25 ألف جيم دي مع دي فعل 10 ودي مع دي فعل 5 يبقى عندنا 30 بتساوي 5 ألف جيم يبقى ألف جيم هيطلع ألف جيم بقى 150 سنتي ومرة تانية يا ريت يكون حازم اتفرج علينا وشاف حل مسألته وعلى وعد ان شاء الله بس عشان عندنا مسألة مهمة لازم نحلها قبل نهاية الحلقة فعلى وعد ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى نحل لمحمد من الجيزة ومحمود من البحيرة بقية الاسئلة المطلوبة مننا وطبعا محمد من دمياط كمان يلا بقى يا استاذ شعبان على طول نخش في المسألة الجديدة المحترمة اللي فيها نصف كرة او سطح كروي املس نقراها الاول بتقول قضيب منتظم طوله 100 سنتيمتر يرتكز بأحد طرفيه على أرض أفقية خشنة ويستند بنقطة تبعد بمقدار 20 سنتيمتر عن طرفه الآخر على سطح كروي أملس جديدة دي على سطح كروي أملس طيب بتاع ايه بقى السطح ده بتاع نص كرة هذه الكرة نص قطرها 6 سنتيمتر 60 سنتيمتر نص قطرها 60 سنتيمتر ترتكز بقاعدتها المستوية على الأرض الأفقية فإذا كان القضيب على وشك الانزلاق فأوجد معامل الاحتكاك بين القضيب والأرض لما نيجي نرسم الكلام ده هو برضه في إطار عدم إن أنا ما اتخضش لا لا هتلاقيها بسيطة وأبسط من مسائل كتيرة شفناها فيها سلم أو قضيب بس عايزين الجديد اللي فيها بس نعرف هو السطح الكروي ده أملس غير خشن طبعا والاملس ظروفه ايه برا اثار المساله قبل الدخول في المساله والاملس ده ايه بقى الدنيا علاقتها ايه بنص القطر وعلاقتها ايه بالمركز تمام. والخشن كمان بالمره ادي نصف القرعه تمام وادي القضيب بيستند قال لك الحته دي 20 والقضيب يؤثر في المنتصف يبقى دي 50 يبقى دي 30 تمام كده رد الفعل ده املس يبقى رد الفعل عمودي على القضيب يعني هو عامل زي الحائط الاملس كده او مثلا مستوى الافقي الاملس رد زي الوتد او الوتد الاملس رد فعل عمودي على القضيب المستند على السطح الاملس تمام كده لو ما كانش انا بس عايز قبل ما نحل المساله شوف لو ما كانش املس هيبقى في ممري تيجي نعمل نص دايره كده هيبقى الوضع يعني عامل كده في حاله انه مش املس هيبقى رد الفعل هيتحل المركبتين كالعاده يعني كده ايوه ادي الوضع كده والقضيب برضو بيستند بس السطح خشن
هيبقى برضو هنا في رد فعل عمودي. ده مركبه بقى. اه وبعدين هيبقى في ميمري. هو على وشك الانزلاق يبقى في ميمري. يبقى في ميمري اتنين. آه. وملاحظين طبعا سواء كان املس او خشن في الرسمتين احنا عاملين رد الفعل، سواء رد الفعل الاصلي العمودي او مركبه رد الفعل العمودي. عمودية على القضيب. لا بي ايه بيمر لازم. ما هو لسه هنقول يا استاذ محمد ده كلام مهم. اه لما نيجي نبص الكلام ده هنا. اه رد الفعل العمودي لابد ده مماس. ورد الفعل العمودي لابد يمر بمركز الكره. لابد وان يمر بمركز الكره تاني ثالث مره. اه لابد ان رد الفعل سواء املس او خشن، سواء هو رد فعل لوحده او مركب، لازم يمر بمركز الكره. لما امده على استقامته جوه الكره صوت الكروي يمر ايه بمركز. في حاجه اسمها ما يمرش بالمركز؟ لازم يمر. مستحيل. طيب. عشان دي نقطه التماس والعمود على المماس يمر بالمركز. قطر بيعمل زي القايمه طب تمام. طب يبقى ده 60. هو قال لك نصف القطر 60. طيب يبقى اللي هيتحل بقى ايه؟ ري 2. اهو على فكره مشابه لمساله الواد اسمه محمد. اهو ادي هيبقى كده وكده. اهو نزلت تحت كده شويه. اهو برضه الزاويه اللي جوه ديت اهي. يبقى هنا ري 2 زي المساله اللي فاتت بالظبط جا اهي، وهنا ري 2 جت اهي. بس برضو القديم متزن، يبقى عندنا ريه 1 زائد ريه 2 جتا اهي بتساوي واو. وريه 2 طبعا هنا مش كده، يبقى هنا في ميم ريه 1. يبقى عندنا ريه 1 زائد هي عندنا بقى ارسم لها مثلث 3 4 ده 60 ده 80 يبقى ده 100 من المثلث اهو، اللي هو بقى هيبقى 3 4 5. يبقى ري 2 في 4 على 5 بيساوي 8 مرت 1. تمام. واللي عندنا بقى ده بتاعه الايه الاقتصاديه، ري 2 جه بتساوي ميم ري 1 جه ب 3 على 5 ري 2 بتساوي ميم ري 1 دي 8 مرت 2. واخد العزوم حول النقطه ا دي. العزوم حول الف هي فكرتها يا استاذ محمد اللي انت زي ما سالتك نوهت ان لازم رد الفعل يمر بالمركز. لما ناخد العزوم حول الف هيبقى واو في البعد العمودي هيبقى 50 جتا اهي ناقص ري 2 البعد العمودي اللي هو ده عشان رد الفعل العمودي اهو يبقى في 80 بيساوي صفر. هيبقى عندنا واو واو في 50 جتا اهي ب 4 على 5 بتساوي 80 ر 2 دي مع دي في 10 يبقى ر 2 هتساوي نص واو. اه عوض بقى في نمره 1 اطلع ر 1 يبقى ر 1 زائد نص واو في 4 على 5 بتساوي واو. هيطلع ر 1 ب 3 على 5 واو. اه ب 3 على 5 واو. عوض في نمرة 2 يبقى 3 على 5 في نص واو هتساوي ميم في 3 على 5 تطلع الميم بنص يبقى ميم بنص. ده معامل الاحتكاك المطلوب والحمد لله لسه عندنا وقت اهو عندنا متسع. اعتقد هتبقى تكون المسألة الأخيرة ناخدها مسألة قضيب بس شكل مختلف تماما عن القضبان الفائتة اللي احنا شفناها قبل كده في الحلقة. لا القضيب مائل. قضيب مائل وفي وضع مختلف كده هنقراها مع بعض. خشن. خشن. برضو واحدة واحدة. بيقول قضيب منتظم وزنه واو يرتكز بطرفيه على أرض أفقية خشنة وعلى مستوى مائل خشن، يعني أحد طرفيه على أرض أفقية خشنة وبطرفيه الآخر على مستوى مائل خشن. خشن. هذا المستوى المائل الخشن يصنع مع الأفقي زاوية ظلها 4 على 3. فإذا علم أن هذا القضيب في وضع الاتزان النهائي يقع في المستوى الرأسي العمودي على خط تقاطع المستويين الأفقي والمائل. هنوضح وأن معامل الاحتكاك بين القضيب الأفقي يساوي تلت بين القضيب والمستوى الأفقي بيساوي تلت وبين القضيب والمستوى المائل بيساوي سبع. فإثبت أن هذا القضيب يميل على الأفقي بزاوية 45 درجة. آه ظل الله. آه بزاوية 45.
هو فكره احنا المساء ديت قلناها قبل كده بس كان مستوى ماء الاملس ومستوى افقي خشن. دلوقتي المستوى الافقي خشن والماء الخشن فهحلل في الحالتين. يبقى في الوضع كده هيبقى الوضع عامل كده. واحنا من كتر الحل بقى خلاص ما بقناش نتخض من الزحمه بتاعه ردود الافعال. ادي ده مثلا نقطه الف. الدرس ده اصله محتاج حل كتير يعني احنا لو حلينا مثلا في الحلقتين او الثلاث حلقات اللي استعرضنا فيهم افكار الاتزان على اعتبار ان احنا خلاص بقى هنكتفي بهذا القدر ونخش في الازدواجات ان شاء الله. لو حلينا مثلا 20 مساله مثلا المفروض الطالب يكتفي ب 20 مساله مستحيل لا يحل اي مساله. الدرس ده بالذات محتاج اكبر زي ما بقول انا يركز على مسائل تمام. لا ما هو الدرس طبعا ده نمره واحد زمانه اتحل لكن كل ما تلاقي مساله في اي حته في اي كتاب مع اي واحد صاحبك لازم في الاتزان العام تتمرن قدر المستطاع. اتفضل يا استاذ شعبان. طيب هيبقى هنا في احتكاك يبقى ده على شكل حركة كده يبقى هنا في تلت ريه واحد وده هيبقى على شكل حركة يبقى هنا سبع ريه اتنين سبع ريه اتنين كويس. يبقى انا هحلل يبقى التحليل في نقطة ب اهو ادي في نقطة ب كده هتبقى زحمة شوية تعال بقى نشوف الزوايا. الزاوية ديت هي وخلاص حفظنا اللي فوق دائما ايه على طول فهمناها بقى فهمناها. هيبقى عندنا هنا بقى سبع ريه اتنين جتا اهي وفوق سبع ريه اتنين جاهي وريه اتنين ديت هيبقى ريه اتنين جاهي وفوق ريه اتنين جتا اهي بس خلاص تمام. معادلات بقى المعادلات بقى نشوف الايه المركبات الرأسية ري اتنين جتا اهي زائد سبع ري اتنين جاهي زائد ري واحد بتساوي واو. واو اللي هو وزن القضيب اهو انا عندي المثلث بتاعها ايه ومديك ظلها اربعة على كام تلاتة يبقى ده خمسة يبقى ري اتنين جتا اهي بتلاتة على خمسة زائد صبح ري اتنين جاهي باربعة على خمسة زائد ري واحد بتساوي واو. هنجمع ري اتنين مع بعضها يطلع خمسة وعشرين على خمسة وتلاتين ري اتنين زائد ري واحد بتساوي واو نمرة واحد. نيجي ناخد الافقية بقى صبح ري اتنين جتا اهي زائد تلت ريه واحد اللي هي ديت دي زائد ديت بتساوي ريه اتنين جاهي يبقى واحد على سبعة ريه اتنين جتا اهي بتلاتة على خمسة زائد تلت ريه واحد ريه اتنين جاهي ايه باربعة على خمسة. هنجمع بقى هيبقى تلاتة على خمسة وتلاتين ريه اتنين ناقص اربعة على خمسة ريه اتنين زائد تلت ري واحد بتساوي صفر هيبقى سالب خمسة وعشرين على خمسة وتلاتين ري اتنين زائد تلت ري واحد بتساوي صفر يبقى تلت ري واحد بتساوي خمسة على سبعة ري اتنين اهو. هنيجي نعوض من المعادلة في معادلة واحد فوق انا عوض بقى عشان نطلع خلاص احنا جبنا العلاقه بين ريه واحد ريه اتنين ايوه تمام تلت ريه واحد بتساوي خمسه على سبعه وكانت عندنا المعادله بتاعه خمسه على سبعه ريه اتنين زائد ريه واحد بيساوي واو نعوض يطلع يبقى تلت ريه واحد زائد ريه واحد بيساوي واو يبقى اربعه على تلاته ريه واحد بيساوي واو يبقى واو يبقى ريه واحد تلاته على اربعه واو وبالتالي اقدر استنتج ان ريه اتنين هتساوي سبعة على عشرين واو. نجيب بقى العزوم حول نقطة ب؟ ناخد العزوم بقى حول ب اهو. لما نيجي ناخد العزوم خدنا حول ب ليه؟ عشان الدوشة دي كلها تروح. زحمة كتير. لما اخد العزوم حول ب يبقى في عزم الواو والتلت ريه واحد والريه واحد. الواو لما اجيب عزمها اهو. همد ده كده. اهو. الزاوية ديت ايه؟ يبقى البعد العمود مجاور هسمي دي لام ودي لام يبقى لام جتا ايه
ده عزم الواو. يبقى واو في لام جتيه. اهو نكتبها كده واو. العزوم حول ب بتساوي صفر، يبقى واو في لام جتيه. تعالى نيجي عزم تلت ريه واحد، هتدور ضد عقرب الساعه، البعد العمود بتاعها اهو، هيبقى اتنين لام جايه زائد تلت ريه واحد في اتنين لام جايه. وبعدين ريه واحد دي البعد العمود مجاور، يبقى زائد ناقص ريه واحد في اتنين لام جتايه. الكلام ده بصفر. عندنا اللام مع اللام مع اللام، يبقى واو جتايه. واو جتايه زائد تلت، زائد تلت في تلات ارباع واو. ريه واحد بتلات ارباع واو في اتنين جايه. تلات ارباع واو في اتنين جتايه. تمام كده؟ هيبقى عندنا لنجمع الواو مع الواو مع الواو، هيبقى عندنا ودي مع دي فيها الاثنين، هيبقى جتايه زائد نص جايه ناقص ثلاثة على اتنين جتايه، هيبقى نص جايه ناقص نص واو. الواو بقى الواو واو هيروحوا مع بعض، هيروحوا مع بعض. المفروض ناقص نص واو جتايه زي نص واو جتايه، لا نص جتايه ماشي، ما الواو راحناه. يبقى نص جايه جايه كان في واوات وراحت مع بعضها. نص راحت مع النص. اهو نص جتايه يبقى جايه على جتايه تساوي جتايه، يبقى جايه على جتايه على جتايه يعني زايد واحد، يبقى زايد واحد يعني الزاويه يبقى قياسي 45. هو كان عايز يثبت ان القضيب يميل بزاويه 45 على الافق، واحنا اثبتنا وقدامنا خيار من اتنين في اخر دقيقتين ثلاثه بالكتير، يا اما نقول سؤال الحلقه يا اما نحل مساله محمود من البحيره، الخيار ليك اي حاجه. طب نقول سؤال الحلقه على اعتبار ان احنا المره الجايه ان شاء الله نخش بقى في الباب الخامس والاخير، باب الازدواجات. مساله من دليل التقويم بتقول قضيب منتظم وزنه واو، قضيب منتظم وزنه واو، منتظم وزنه واو، وطبعا وزنه سؤال محمود من البحيره وبقيه الاسئله كلها هنحلها ان شاء الله هنحلها. هذا القضيب وزنه واو يتصل احد طرفيه بمفصل ثابت، يتصل احد طرفيه بمفصل ثابت، بمفصل ثابت، ويتصل طرفه الاخر بخيط مربوط في نقطه، ويتصل طرفيه الاخر بخيط مربوط في نقطه، بخيط مربوط مربوط في نقطه في نفس المستوى الافقي، في نفس المستوى الأفقي المار بالمفصل، المار بالمفصل بحيث كان، بحيث كان قياس زاوية ميل، كانت قياس زاوية ميل، زاوية ميل القضيب كلا من القضيب والخيط على الأفقي، كلا من القضيب والخيط, والخيط على الأفقي, الأفقي يساوي ه. اثبت ان مقدار رد فعل المفصل، رد فعل المفصل يساوي ربع واو، ربع واو جذر تربيعي لقطع 8 زائد قطع تربيع ه، بس 8 زائد. اسئله برضه من دليل التقويم بسيطه لو اترسمت، ونحلها ان شاء الله مع بعض الاسبوع اللي جاي. هننتظر طبعا حلولكم واسئلتكم حتى بره اطار سؤال الحلقه ان شاء الله في الاسبوع الجاي، اللي احنا نوعدكم ان احنا هنتناول فيه لو عشنا ان شاء الله وكان لينا اجل، هنتناول فيه ايه يا استاذ شعبان؟ هناخد الزواجات الباب بقى الاخير ان شاء الله في الاستاتيكا، باب الخامس مهم جدا، باب الازدواجات. الطلبه طبعا في ثالثه ثانوي كلهم شافوا موضوع الازدواجات ده على خفيف، على فكره برضه الازدواجات على فكره بيبقى سؤالين وسؤال اختيار، يعني حوالي عليه جزء حوالي 9 درجات. فانا بس كنت بنوه انه الطالب بتاع ثالثه ثانوي علم رياضه طبعا ثالثه ثانوي هو شاف الازدواجات خلال العام السنه دي في دراسته للفيزياء، لكن احنا عندنا بقى بالتفصيل هنتناول موضوع الازدواجات في الرياضيات في الاستاتيكا، برضه هينفعك كتير في دراستك في موضوع الملفات اللي بتتاثر بازدواج في الفيزياء السنه دي طبعا
ما ننساش في نهايه الحلقه نشكرك يا استاذ شعبان شكرا جزيلا في انتظار ان شاء الله المزيد في الحلقات اللي جايه ان شاء الله من كل اصدقائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه والى ان نلتقي ان شاء الله في حلقات جايه لكم منا اطيب الامنيات.